أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يعيننا فيه على خدمتهم، وأن يلهمنا السداد. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. وأذكركم أيها الإخوة بجوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب، وكذلك عبر الرسائل النصية 0501785536. حياكم الله. معالي الشيخ، بداية نبدأ بما سأل عنه السائل أبو محمد، يقول يتفضل فضيلتكم بشرح الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدعاء هو جزء من آية، قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية، لأنه جمع خيرات الدنيا والآخرة. فقوله ربنا آتنا، أعطنا في الدنيا حسنة، يشمل حسنة الزوجة الصالحة والمال الحلال والعافية وحسن الجوار، جيرانك يصيرون طيبين وأولادك يكونون صالحين، وجميع محاسن الدنيا يشمل هذا الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء بهذا. وجاء بعض التابعين إلى أنس فسألوه عن أجمع الأدعية، فذكر لهم هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. فعندنا اللي قبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة جاء وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وأعظم حسنات الآخرة الجنة وما فيها من النعيم. وقنا عذاب النار يعني قنا العذاب السيء في الآخرة وموجباته اللي هي المعاصي في الدنيا المدخلة للنار، لأن من وقاه الله عذاب النار وقاه موجبات النار في الدنيا، يعني كبائر الذنوب اللي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الموبقات اللي توصل إلى النار. إذا قال الإنسان وقنا عذاب النار، إذا قال المسلم، فمعناه وقنا الأسباب التي توصلنا إلى النار، وهي كبائر الذنوب، وهي كبائر الذنوب. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، بس عاد فيه بعض الناس يحطه يضايقه مرة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة زوجة صالحة، على طول ما يفكر إلا في الزواج، ها، وفي الآخرة حسنة، ها، الحور الحين. إخواني، هذا الدعاء من أعم الأدعية. يعني الآن عندك العافية، أليست حسنة؟ عندك جودة العقل، أليست حسنة؟ عندك الأولاد الصالحين، الزوجة الصالحة، الجيران الطيبين، العمل المناسب، المال المبارك، نعم، بر الوالدين، كل الأعمال الصالحة، كل هذه حسنات. صحيح. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الدعاء في
الطواف في آخر الشوط. أنت تعرف أن الشوط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، فإذا وصل إلى الركن اليماني اللي يسمى عندهم قديما ركن بني جمح، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وذلك الحين ما فيه زحمة يمديه يقول هل هو واصل الحجر الأسود، لكن ذا حين يقول سمى مرة ما وصل ويكرر. أي نعم. فعندنا هذا الجسم، هذا الدعاء العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ينبغي أن لا يستهان به. ولذلك كثير من العلماء يجعلون في آخر الأدعية، يجعلون في آخر الأدعية يوم الجمعة، يجعلون في آخر الأدعية في الصلاة، في الصلاة قبل السلام. ليه؟ لأن أنسا وغيرهم كانوا يرون أنه يختم به الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله وبارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول أتوضأ في دورة المياه عزكم الله ثم أخرج، هل إذا رجعت لها لأخذ غرض ينقض الوضوء؟ لا، هو يعني إذا خرجت من دورة المياه ورجعت لها لأي غرض، لذلك بعض الحريم الآن تسألنا تقول أنا توضأت وغسلت الطفل الصغير، يعني لمست عورته، هل ينتقض؟ ما ينتقض الوضوء. أنا توضأت ورجعت لدورة المياه لنظفها وغسلها، غسلنا فيها نجاسة ما فيها شيء. أنا توضأت وعندي ملابس ولدي نجسة رحت وغسلتها، هل تنقض؟ ما ينقض الوضوء يا إخوان، ما ينقض الوضوء إلا نواقض الوضوء التي قرأناها في الابتدائي، هي نواقض الوضوء معروف. الخارج من السبيلين وما ذكره الله في النوم والأشياء المتفق عليها في نواقض الوضوء القوية. نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيكم، الحديث عن الوضوء، الفصل بين الوضوء، إذا كان مثلا كان يتوضأ وبعدين توقف. نعم. الماء لمدة دقيقة دقيقتين، هل يعيد من جديد أو يواصل؟ لا يعيد إلا إذا يعني مكث مدة تيبس أعضاءه، ما عاد يعرفون الناس أنه متوضي، يبس مرة. أما ما دام يعود عليه بعض آثار الوضوء فالموالاة لم تنقطع. أم محمد من جازان تسأل وتقول هل مال اليتيم فيه زكاة مع العلم بأن دار عليه الحول؟ نعم، مال اليتيم فيه زكاة ويجب على وليه، هم يسمونه وكيل وهم هو وكيل، ولي، على وليه أن يخرج منه مال منه الزكاة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يعني استثمروا اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة الزكاة. والآن نشاهد يعني يمر علينا بعض الإخوان يقول عندي مال البنت يتيمة من 14 سنة وأنا مرجدة حاطي بحساب ومثبت. ليه؟ كان تشوفون له لو حساب لو خفيف تستثمرونه، ما بالاستثمار أن الإنسان يروح يذب ماله، لا، يشوفه في شيء ينفع إن شاء الله وينمي. وأنا أشوف الآن من الأشياء اللي تنفع مثل أرامكو اللي مطروحة الآن، لأن أرامكو الآن فيها ربح ما يعادل بين 4-5%، وأيضا الزكاة مشولة منها، لو حطوا الأيتام أموالهم فيها الزكاة تدفعها الدولة، لأن الدولة تبرعت بأنها ستسدد الزكاة إلى الضمان الاجتماعي عن الذين ساهموا في أرامكو. فأولا أرامكو والمساهمة فيها جائزة، الشيء الثاني أن الدولة ضامنة أرباح لها ما بين 4-5%، وغير أنها تحذف الزكاة. ونحن الآن نتحدث عن زكاة مال اليتيم، إذا حط في أرامكو خلاص الدولة تزكي عنه ويحصل له ربح أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول أوقظ أولادي للصلاة وأطفي المكيف وأشغل الأنوار ومع ذلك هداهم الله لا يستجيبون، وأدعو لهم بالهداية ولكني أخاف على نفسي من العقوبة، هل تبرأ ذمتي بذلك؟ بعد هذا تبرأ ذمتي، وش تسوين أنت؟ إذا صلى خير توقظين، قم يا سعيد قم يا سعيد وتطفين المكيف
وتشغلين الأنوار عليه وهي كانت طافئة. يعني أنت الآن الحمد لله عملت الأسباب، واصبري. المهم عندنا في دعوة الأولاد الصبر. يا إخواني، نوح عليه السلام جلس يدعو قومه ومنهم ابنه، كم؟ 950 سنة. ولما جاء الطوفان ما وقف نوح عنه، قال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال لا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. فلا نمل، ما نمل أبدا، يجب أن نستمر في الدعوة. أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. متواصلين معكم أيها الإخوة، هو مع برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. هذه سائلة تقول: يا شيخ عبد الله، زوجي متزوج من زوجة أخرى ولديه أولاد، وأطلب منه الذهاب للعلاج لأجل الإنجاب، ولكن يرفض ويقول بأن لديه أولاد، ماذا أعمل؟ الله يعينك. نحن نقول استشيري أول شيء، ابدأي بأهله، اقنعي أمه وأبوه لعلهم وإخوانه بالعقلاء اللي بينهم وبينه مودة لعلهم يقنعونه. فإذا لم تجدي شيء من عند نص، قولي الوالدة ووالدتك يكلمونه في الموضوع وإخوانك. إذا ما نفع هذا ولا هذا، اتخذي قرار. إن كنت عاد تريدين الأولاد مرة، فأنت تطالبين، والمحاكم الآن مفتوحة الحمد لله، ولا بأحد لاي من المرأة إذا طلبت الأولاد. يعني الآن هذا الرجل لو إن زوجته ما فيها إنجاب، بيجلس بيروح يدور. أكيد لا بد أن يبحث عن زوجة أخرى تنجب، سواء طلق هذه أو بقيت معه. نعم. فالأولاد يا إخواني غرض طيب، والله تعالى يقول: وابتغوا ما كتب الله لكم. ومما كتب الله لنا الأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلا نلومك يا أختي، ما نلومك أبدا، ولكن نلومك، نقول لا تسرعين في اتخاذ القرار. أما زوجك فنلومه لأنك أنت زوجته وشريكة حياته، حتى لو كان عندها أولاد. يا أخي خلي تجي لها أولاد مساكين يفطنون لها، لماذا تبقي هذه عالة على أولاد جارتها؟ خلي يجي لها من, 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 من رحمها من يقوم بخدمتها. يعني أنت الآن الله يبتليك، لو راحوا أولادك وش تحس به؟ ما عندك حرية. يا أي نعم صح. يا إخواني هذه مسألة صح. يعني يجب أن الإنسان يتضامن مع شريكة حياته، زوجة عندك في البيت، شريكة حياتك، تحن لك وتحنها أنت، ومع هذا يعني ما تحقق مطالبها في الأولاد. ما أدري أنا والله يا إخواني، يعني قسوة في القلب، نعوذ بالله تعالى من مثلها. يعني نعوذ بالله تعالى من مثلها. نعم أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. هذا يسأل ويقول: والدتي لها أرض من 15 سنة لم تخرج زكاتها، وتسأل الآن هل تخرج ويسأل الآن هل تخرج الزكاة والأسعار تغيرت، فكيف الطريقة؟ أولا ننظر لهذه الأرض، إن كانت أمك شاريتها تبني عليها أو شاريتها تبي تحطها استراحة، فهذه ما فيها زكاة. وإن كانت أمك شاريتها تبي تبيعها، إذا ارتفع أثمانها تبيعها، فهذه فيها زكاة، لأنها عروض تجارة. يعني عرض اشترته بنية الربح، يوم شرتها كان في نيتها أنها تربح، تطلب الربح، فحينئذ تجب فيها الزكاة. والزكاة إذا وجبت تجب كل سنة. ولهذا فنحن نقول له: يا أخي شف تقديرها، مو بالزكية هالسنة دي، هذه الآن جلسة كم قال من سنة؟ 15 سنة. شف مثلا حط عندك 15 خانة وروح للعقارين في المنطقة دي، قل هذه أرض الوالدة عندكم وخط الرقم سنة، كم تظنها تسوى هنا، وكم تظنها تسوى في عام كذا، وكم تظن إن شاء الله تجد لك ناس طيبين وحبايب ويساعدونك، وبعدين خرج الزكاة. وترى يا أخي الزكاة مهي بغرامة، الزكاة ترى غنيمة.
لأنك تطلعها من حساب البنك الدنيوي مثل الراجحي والأهلي، تطلعها فيه تحطها في حسابك اللي عند الله تنمو، وهنا ما إيه تحطها في حسابك اللي عند الله، ما بتضيع. صح. الزكاة تخرج من حساب لك ولعيالك وتروح لحساب لك خاص، رصيد لك في الآخرة، رصيد لك خاص. صح. صحيح. نعم. في ترى مهمه بخسارة الزكاة، الزكاة غنيمة. نعم. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. هذا السائل يقول: ابني مريض ونذرت إذا شفاه الله بأن أذبح ذبيحة وأعزم عليها في وادي بجانب البيت، ولله الحمد شفاه الله، شفى الله ابني، لكن نقلت بعيدا عن الوادي، هل أذبحها وأوزعها أم يلزمني الذبح حسب نذري الأول عند الوادي؟ لا لا، ما يلزم الوادي يا إخواني بارك الله فيكم، ما له يعني قيمة في النذر، لأن مو محل فيه فقراء. هذا مو محل، هذا محل يقول بنتفسح فيه، يعني إني أطلعكم للوادي ونسوي رحلة ونسوي فسحة، هذا يعني ستجد غيره من الوديان في المناطق التي انتقلت إليها، أو تعطيها الفقراء وهذا أفضل. يعني لو عندنا واحد الآن قال أنا ناذر نذر، وفي نذرين قلت بعزم الأصدقاء، ودحين الأصدقاء تفرجون، يقول يا أخي اعزم الفقراء، عزيمة الفقراء أفضل من عزيمة الأصدقاء، الأصدقاء بيجونك شبعانين، والفقراء متى يحصلون هاللحم اللي بتحط لهم أو بتوزع عليهم في بيوتهم. نعم. أحسن الله عليكم يا شيخ عبد الله. هذا السائل يقول: هل راتب التقاعد من الميراث؟ راتب التقاعد له نظام. جميل. وهذا النظام ما يعطى منه جميع الورثة، يعطى منه الزوجة ما لم تتزوج، والبنات ما لم يتزوجنا، أو يعطى منها المطلقة والأرملة، والأولاد ما لم يبلغوا أظن 26 سنة أو يتوظفوا، وكل واحد توظف من هؤلاء. يعني لو كانت الزوجة موظفة ما تأخذ من التقاعد شيء، لو كان عنده بنات أو أبناء موظفين ما يأخذون من التقاعد شيء، أمه موظفة ما تأخذ من التقاعد شيء، الأم والأب ما يأخذون من التقاعد إذا كان يعولهم، إذا أثبتوا أنه يعولهم. فعندنا يا إخواني نريد أن نوضح الآن، مات زيد من الناس، لما مات زيد من الناس كان وراءه مثلا ثلاثة أشياء، منها رواتبه ونهاية مرتباته وخلاصة يعني خدماته، هذه ميراث، فهمت ولا لا؟ نعم. التقاعد هذا نظام له نظام يوزع به وعلى الرؤوس، يعني مو مثل الميراث ذكر من العذر. طيب عندنا مكافأة من الدولة، أحيانا يكون هذا اللي مات شهيد يعطى مثلا مليون ريال أو غيره، هذه يرجع فيها إلى قسم أنشئ في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية اسمه الشهداء، يسألونهم يقولون كيف نوزع هذا، وعندهم نظام، هناك عندهم نظام كيف يوزع مثلا هذا المليون المكافأة، هل هو يوزع مثل الميراث ولا على الرؤوس ولا فقط لأسرة المتوفي اللي زوجته وأولاده اللي بدفتر العائلة اللي يعولهم في بيته وهم المتزوجين وراحين، هذا له نظام يسأل عنه في الجهة التي أصدرت هذا الشيك. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: عندي بنت مطلقة ويصرف لها من الضمان الاجتماعي وساكنين في نفس البيت، هل يجوز لها تصرف من راتب الضمان على البيت؟ إذا كانت هي وعيالها يأكلون من البيت فيصرفون أيضا في البيت، لأن الآن الناس مع الأيتام قسمين، قسم يقول ما الأيتام لا يصرفون شيء، أنا بوفر كل شيء واحفظوا مال الأيتام لهم. بعض الآباء جزاه الله خير، أبو آباء البنات عندما تجي بنته وعيالها يقول لها يا بنتي أنا كل شيء بكمله في البيت وعيالك عيالي، والمال اللي يجيهم من تقاعد أبوه محفظيه لهم، خلهم إذا تسبروا إن شاء الله لين عندهم شيء يتزوجون، هذا جزاه الله خير. هذا نوع. النوع الثاني لا، مساكين فقراء ويجونهم ذلا فقراء بعد معهم فيسوون قطة مثلا، يعني مثلا يصير
البيت يصرف 5000 يؤخذ من مال الأيتام مثلا 2000 بمناسبة عددهم رؤوسهم ويمهم، ومن الثاني مثلا 3000 ويقام به ماذا؟ البيت، يقام به نفقة البيت. لأن ترى التقاعد هذه ما عطيت الأيتام عشان يخزنونها، علشان تنفق عليه، ما يصيرون يعني تحت رحمة الناس، ما يتصدق عليهم. ولذلك التقاعد فيها منفعة عظيمة، عندما يموت الإنسان ما يحتاجون عياله لحد، الحمد لله ما أحد يجي يمد لهم يده، الله مغنيهم. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: عندي بنتان معاقتان على كرسي متحرك، ويصرف لها يصرف لهما من التأهيل الشامل رواتب، وأصرف عليهم من راتبي وأخذ من رواتبهم بعضه، هل يصح ذلك؟ نعم، إذا كان هو سيأخذ من رواتبهم بقدر يعني حصتهم في النفقة فهذا لا بأس، لا بأس، لأن هذا الرجل لم ينوي التبرع، وإنما أنه نوى أنهم يدخلون معه بالحساب. لكن لو أنه نوى مثل اللي في السؤال الأول التبرع، قال لا أبدا أنا بصرف عليهم، فلا يأخذ من مالهم شيء، لأنه قد يعني قد أعطاهم وتبرع لهم، وهو جدهم، وهو جدهم جزاه الله خير. فحينئذ ينظر في الذي يدفع عنهم، إن كان يدفع تبرع ما يأخذ، وإن كان يدفع الحساب يأخذ. في مر علي مسألة غريبة جدا. ما هي هذه؟ طول عمرك ناس عند جدهم ويطلع زكاته لهم وعندهم تقاعد، شلون يعني؟ هو يأخذ من زكاته وينفق عليهم ويوفر تقاعدهم. قلت لي يا أخي هذا لا أغنية، ما دام عندهم تقاعد يكفيك، والله مغنيهم، ما يجوز تصرف زكاتك لهم. لأن الزكاة ماذا قال الله فيها؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على آخر الآية. هؤلاء ما هم فقراء والمساكين، هؤلاء عندهم تقاعد أبوه مثلا 10,000، لما سألت عنك عندهم تقاعد أبوه، مش طيب مش تبي تنفق عليهم؟ تعطيهم الزكاة والله تعالى معطيهم، أغنيهم. أي نعم. نعم، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول وهو فارس من فرنسا، يقول: إمام صلى الجمعة بالناس في مسجد، ثم ذهب إلى جامع آخر بعيد عن الأول وصلى بالناس الجمعة، فالإمام صلى جمعتين، هل صلاة الجمعة الثانية للمأمومين صحيحة؟ لأن صلاة الإمام الثانية ونافلة وللمأمومين فريضة. هذا مثله قد فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وكان يطول، فاشتكوه الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه وقال: فتان أنت يا معاذ. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مرتين، كان يصلي العشاء مرتين، مرة مع النبي مأموم، ومرة مع جماعته إمام. ونحن نعرف يا إخواني أن في الدول الأوروبية وفي بعض الدول الإسلامية أحيانا تقام المسائل صلاة الجمعة في المسجد 3 مرات، صحيح، وأحيانا مرتين. لأن تعرف الجمعة عندهم مو مثلنا عطلة، عندنا ما في دوام، يروحون الناس الجمعة الحمد لله، لكن عندهم هم دوام، يرجعون عملهم. أي نعم، ففيه ناس يطبعون مثلا 12، في ناس يحطون الجمعة يتفقون على أنهم يصلون الجمعة الساعة 1، في ناس يصلون الجمعة الساعة 2، والمسجد واحد حسب ظروفهم. أي المسجد واحد، فإمام المسجد قد يصلي بهم إذا ما في أحد يخطب، قد يخطب الأولى والثانية والثالثة. لكن إذا وجد مع كل جماعة خطيب، وهذا موجود أيضا في بعض المساجد، أفضل، فهذا أفضل، يعني يصير اللي 12 لهم خطيب، ويصلون واحدة خطيب، لهم خطيب، واللي يصلون 2 لهم خطيب، وكل ذلك. نحن نعرف يا إخواني أن الجمعة يمتد وقتها إلى أذان العصر مثل الظهر، يمتد وقتها، مع أن عندنا في الحنابلة أيضا تجوز قبل الزوال بساعة. نعم، أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم الإفرازات؟ هل توجب الغسل أو يكفي الوضوء؟ الإفرازات يا إخواني 3 أقسام. الإفراز
اللي هي تخرج من الرحم الرطوبة العادية هذه، هذه طاهرة طاهرة ولا تنقض الوضوء عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا تنقضه بخروج الوقت. يعني الآن توضت الظهر، تصلي الظهر وتصلي السنن والعادة تفتش يطلع شيء ولا ما طلع شيء أبدا مرة، فهمتم؟ لكن إذا جت تصلي العصر فإنها تتوضأ. وبعض العلماء أيضا وسمعته منقول عن الشيخ عبد الله بن جبرين أنها ما تنقض أيضا حال الوقت، مثل ما بعض النساء اللي تروح للسوق تروح مثلا المستشفيات ويصعب عليها ولا بدأ تصلي، والإفرازات هذه لا تنقض الوضوء. هذا عن الإفرازات العادية. إفرازات المذي هذه تنقض الوضوء إذا كان نتيجة تذكر أو حاجات أو شيء من الأشياء وخرج المذي، فهذه تنقض الوضوء. لكن أحيانا تصاب البنت أو بوسوسة فيصير يفكر أن كل شوية يطلع منه مذي، لا هذه وسوسة عليك أن تنصرف منها ولا تصدق الشيطان. يا إخواني الوسواس هذا الشيطان خبيث يجي للإنسان ويحلبه أحيانا يظهر من شيء، ولذلك لا يجوز أن تطيعه ولا تنثق فيه. إذا توضيت صل ولا تنتبه له، حتى لو قال خرج لا تفتش، لا تفتش ما دام معك وسواس لا تفتش أبدا. جهادك في معصية الشيطان، فأنت يا أخي استعن بالله وجاهد نفسك واعتبر نفسك أيها الموسوس. مثل أنا أقول له، ما أقول الآن لو جاء واحد يبي يسألني عن هذه أقول له طيب زوجتك معها نزيف وأخوك معه بواسير وأختك معها إفرازات وأنت معك سلس اللي يسميه الشيطان سلس، سلس الوسوس هذه، أنا أقول كل هؤلاء إذا توضوا ويصلون الحمد لله. نعم، حتى اللي معه سلس حقيقي إذا توضوا يصلي، لأن معه حدث دائم ما يمنع الحدث، لكن إذا جاء الوقت الآخر يتوضأ. جميل، صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة، مو لكل صلاة، لا هو يصلي ويصلي النافلة ويتسنن ويقرأ قرآن، وإن كان حتى يبي يجمع، كان عنده يريد أن يجمع فيجمع الوقتين في وقت واحد، ولا يجب لكل صلاة وضوء. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. أنا حلفت وعندي استطاعة أن أطعم 6 مساكين، فهل يجوز لي أن أصوم؟ أولا السؤال غلط. جميل، أقرأ يا شيخ مرة ثانية. يقول أنا حلفت وعندي استطاعة أن أطعم 6 مساكين. طيب الكفارة 6 ولا 10؟ 10. طيب هو غلط، بس ما عنده إلا 6 يا شيخ. ما عنده إلا 6 يطعمهم باكر، يطعم 4 منهم ثم 10. فأولا الكفارة إطعام 10 مساكين، مثل ما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك نقول للأخ هذا أو للأخت ما تنتقل للصيام إلا بعد أن تعجز عن الإطعام أو الكسوة، فإذا عجزت فإنك تنتقل، وأما بدون العجز فلا يجوز. لأن بعض الناس الآن أبدا عنده الإطعام، عنده الصيام أول شيء، يقول ما علي يمين بصوم. طيب أنت غني يا أخي، ما يجوز تصوم. ولذلك لو صمت وأنت قادر على الإطعام ما قبل منك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كيف يطعم؟ يا إخواني الآن اللي عارف إطعام 10 مساكين يروح ويشتري لهم 15 كيلو ويعطيهم إياه، حتى لو إنهم 5
بيأكلون اليوم وباسر، اليوم خمسة وبكرة خمسة يصير عشر. هذا الأمر. إذا ما يعرف الجمعيات، جمعيات البر الخيرية الآن الحمد لله تعرف، يستقبلونها ويستقبلونها ويشترونها ويوزعونها جزاهم الله خير. فلذلك نقول يا إخواني من نعم الله تعالى علينا إن نتعاون مع هذه الجمعيات. أولا هي تعرف الفقراء، ثانيا هي يد أمينة ستوصلهم، عرفت يا طويل العمر. فإذا كان عندك كفارة صيام اللي هو ما يعاجز عن الصيام، أو كان عندك كفارة يمين، فإنك تذهب إلى هؤلاء وتتعاون معهم وتعطيهم النقود وهم يكفرون عنك. نعم، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله ووفقك الله. وأنا أقول يا أخي في نهاية هذا اللقاء، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يصلح شبابنا ونساءنا، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم احفظهم بحفظك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وأصلح ذراريهم ونساءهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح علماءنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأفشل مكيدته واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتك، كما نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزملاء كافة ومن عبد الرحمن مدرع والمخرج سلطان العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.